الأمريكي. السكري غدا يواجه الجيش السوري في مواجهة الملحق، فلتفعلها يا سكري القصير. يستضيف التعاون السعودي نظيره الجيش السوري غدا الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات بدور أبطال آسيا. سيتأهل الفائز من مواجهة الغد للعب في المجموعة الرابعة لينضم إلى فرق الدحيل القطري وسبهان الإيراني وبختكور الأوزبكي. التعاون جاء رابعا في الدوري السعودي الموسم الماضي، وتأهل التعاون بدلا عن مواطن الاتحاد ثالث الترتيب لعدم حصول العميد على الرخصة الآسيوية. في المقابل كان الجيش وصيف نسخة الموسم الماضي بالدوري السوري، لكن الموسم الحالي اختلف واقع الفريقين عن الموسم الماضي، فالفريق السعودي يعاني هذا الموسم ويسعى للهروب من منطقة الخطر، حيث يحتل المركز الثاني عشر في الدوري المحلي برصيد 25 نقطة. هذا الموقع لا يعكس القيمة الفنية والعناصرية التي يمتلكها الفريق السعودي، وعلى رأسهم الهداف الكاميروني ليندر توامبا الذي يعتبر مصدر أهداف الفريق، إضافة إلى الدوري المصري مصطفى فتحي والإسباني ألفارو ميدران. على الجانب الآخر فإن الجيش يأتي رابعا في الدوري السوري برصيد 26 نقطة من 15 مباراة بواقع 7 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم. التعاون السعودي ليس بغريب عن أجواء دوري أبطال آسيا، فآخر ظهور له بالبطولة كان في نسخة 2020، ويأمل في تكرار إنجاز تلك النسخة عندما تأهل إلى دور 16. وخلال العقد الأخير كان الجيش السوري من الفرق التي تشارك بانتظام في كأس الاتحاد الآسيوي، ولكنه لم يشارك في دور مجموعات لدور أبطال آسيا منذ عام 2005. خبرة التعاون السعودي والإمكانات الفنية العالية للاعبي إضافة للدعم الجماهيري المتوقع تجعله صاحب الحظوظ الأكبر في تجاوز الجيش السوري والتأهل لدور المجموعات بأبطال آسيا 2022.